بدأت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية العراقية بعيد إقفال مكاتب الاقتراع، وبحسب مفوضية الانتخابات فقد بلغت نسبة المشاركة الأولية 40% في مختلف مناطق العراق، مشيرة إلى أن بعض المراكز الانتخابية أغلقت بسبب الأوضاع الأمنية. العراقيون الاقتراع في أول انتخابات تشريعية بعد جلاء القوات الأمريكية عن بلادهم، يأتي ذلك فيما تواصل العملية السياسية مسارها رغم التحديات الأمنية والسياسية والطائفية. وينظر الكثير من المراقبين في الداخل والقوى الدولية والإقليمية إلى الانتخابات العراقية كعلامة فارقة في المسار الديمقراطي الهش. وشهدت مراكز الاقتراع في العاصمة بغداد إقبالا محدودا، أما في مناطق أخرى مثل البصرة جنوبا وإقليم كردستان شمال العراق فقد شهدت إقبالا ملحوظا قبيل إغلاق الصناديق. ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 9000 مرشح ينتمون ل 277 كيانا سياسيا يتنافسون على أصوات قرابة 21 مليون عراقي، أملا بدخول البرلمان المؤلف من 328 مقعدا. وأعلنت شبكة السلام المعتمدة من قبل المفوضية العليا لمراقبة الانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت لغاية الساعة الثانية بعد الظهر 40%، مشيرة إلى أن نسب المشاركة تختلف من دائرة انتخابية إلى أخرى. من جانبها أعلنت مفوضية الانتخابات أنها أغلقت 39 مركزا انتخابيا بسبب التوترات الأمنية في عدد من المحافظات، فيما يبلغ عدد مراكز الاقتراع الجملي أكثر من 8100 مركز. وشهد السباق الانتخابي هذا العام عودة تكتلات وكيانات سياسية معروفة، كما شهد ظهور أحزاب جديدة، بينما بقيت القوائم الرئيسية المتنافسة على حالها. ائتلاف دولة القانون بزعامة حزب الدعوة الذي يقوده رئيس الوزراء نور المالكي، وكتلة المواطن التي يتزعمها المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، وكتلة الأحرار التي تمثل التيار الصدري، بالإضافة إلى التحالف الكردي والقائمة العراقية. وتفيد التوقعات بأن عملية التفاوض في أعقاب ظهور النتائج لتشكيل التحالفات وشكل الحكومة الجديدة ستكون صعبة ومعقدة في ظل وضع أمني متوتر. ويرى محللون أن للأكراد دائما القول الفصل في ترجيح كفة على أخرى ضمن إطار صياغة التحالفات، ولكن التحالف الكردي يبدو أقل تماسكا خصوصا في أعقاب انتخابات إقليم كردستان. ورغم الإجراءات الأمنية المشددة تحسبا لوقوع هجمات على مراكز التصويت، قتل وأصيب العشرات بجروح في سلسلة هجمات استهدفت مناطق متفرقة من البلاد، فيما كان العراقيون يدلون بأصواتهم. ورغم أن الناخبين يشكون من الهجمات الإرهابية المتواصلة ونقص الخدمات، إلا أن هذه الانتخابات تبدو كأنها تدور حول المالكي نفسه واحتمالات بقائه على رأس الحكومة. المالكي من جهته أكد عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات أنه واثق من تحقيق ائتلاف دولة القانون الفوز.